بسم الله. دلوقتي هنشوف حاجات حلوة في الاسكادول. اول حاجة كويسة اللي هي هايلايت الموديل. لما انا بعلم على عدد معين من العناصر واقول له هايلايت الموديل، بيروح يفتح لي الموديل ويقول لي العناصر اللي اتعلمت عليها في الاماكن ديت. تحب تشوفها في ديفرنت فيو ولا عايز ديت؟ اقول له وريها في ديفرنت فيو. بيوريها في ديفرنت فيو. طب وريها في ديفرنت فيو، هيوريها لي في ديفرنت فيو. اوريها في سيكشن. تمام. طيب نرجع احنا للسكادول ونشوف حاجة تانية. في ان انا ممكن اقول له ديليت، ايه اللي هيحصل بقى ساعتها؟ ان اللي لغيته في السكادول هلاقيه اتلغى معايا هنا في الشغل بتاعي. هعمل تراجع. تمام. عايز اعمل حاجة كمان، عايز اظبط الجدول بتاعي دوت لحاجات معينة. هدوس هنا كليك يمين واقول له فيو بروبرتيز. هنا ممكن اكتب الاسم اللي انا عايزه، وده اللي يظهر معايا في الشيت لما اجي اخلص شغل وهاجي اطبع. بلاقي عندي حاجة اسمها فيلد. ايه الفيلد ديت؟ دي نفس القايمة اللي انا بدأت منها السكادول. ممكن عايز ازود حاجات اروح مزودها، زي كوست، زي ايه تاني، ممكن ازود الماكس فلو، ممكن ازود اي حاجه انا عايزها، المصنع، الفاميلي، الحاجه اللي انا عايز ازودها. اوكي. بلاقي الجدول بتاع زيت. طيب ادوس كليك يمين فيو بروبرتيز، من فيلد بختار اي حاجه من دول. نفس الحاجات دي هي اللي موجوده هنا. تمام. على فلتر ممكن اقول له انا مش عايز غير اللي هو بفلو، مثلا الفلو اللي يساوي 200، ده بس اللي يظهر معايا. اوكي. الاقي بس ال 200 هما اللي ظهروا معايا. ادوس تراجع، ادوس كليك يمين فيو بروبرتيز، اختار اللي بعديها سورتنج. اقول له لا انا مش عايزهم عادي، لا انا عايزك ترتبهم لي حسب الفلو، حسب الكوست، حسب اللي انا عايزه. اقول له بس حسب الفلو. تمام. اوكي. هلا فعلا رتبهم لي حسب الفلو. تمام. فيو بروبرتيز نرجع لها تاني. تمام. الفورماتنج، لو انت عايز تعمل فورمات معين، الهيدنج مثلا تكتب فيه كلمه، عايز تعمل محاذاه، اللي انت عايزه. ظبط اللوحه زي ما انت عايز. الابيرنس برضو بقول مثلا عايز خط تقيل، عايز اندر لاين، عايز نوع التكست اللي كتب بيه، ارتفاع التكست، عايز بولد ولا مايل، ولا الحاجه اللي انت عايزها بتعملها. بس دي اهم حاجات اللي انا شايفها في الاسكادول. عمرو سليم.